باش يعني من هذا المنتج ماشي الاول يعني كانوا تجارب سابقه نتمنى ان نجيو كثيرات على الخروج لهذا. تفضلوا اخواني اللي عندهم شي مداخله تتعلق بالمجموعه القصصيه. هناك مداخل متعدده للقراءه وهذه المداخل لا يمكن ان نحسم فيها في لقاء احتفالي بعريس ماسي محمد اليشير، وبالتالي كنت بامكاني ان اتحدث مثلا عن رمزيه الطيور في المجموعه القصصيه صاحبه المدينه. وعندما اتكلم عن رمزيه الطيور يجب هنا أن نستحضر الكتاب الإنساني الفارق والمؤثر في المشترك الإنساني والثقافة الرمزي، وهو منطق طائر فهد الدين عطار، الذي هو في أصله عبارة عن منظومة من 1500 بيت تتحدث عن الطيور وتتحدث أيضا عن ما يسمى بالطائر الخرافي السيمورك. والطيور الرمزية طيور عند فهد الدين العطار هي في العمق لأهل السالكين من أهل التصوف. هذا كلام آخر لأن المقال لا يسمح بذلك. نتحدث أيضا عن المرجعية الدينية أو نص القرآن الغائب الموجود في المجموعة القصصية، ولكن سأكون خفيفة أقدر وسأتحدث فقط عن أعقاب المجتمع وجمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة محمد اليشير. جمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة للكاتب محمد اليشير. العتبات النصية من شهوة القراءة لفتنة الدلالة. ركزت الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة على أهمية العتبات في فهم العمل الإبداعي والكشف عن أسراره. عتبة العنوان. صاحبة المدينة عنوان مفكر فيه سلفا وبقصدية، لأن عنوان عمل إبداعي يقلق صاحبه في التسمية. هل له جانبية خاصة أولا؟ المدينة بلا صاحبة خلاء وقفر وصحراء وأرض يباب أو خراب، على حد تعبير الشاعر اليوث من خلال قصيدته الشهيرة التي أثرت في شعراء الحداثة وبصمت مزاجهم للمغايرة والاختلاف، من خلال التعرف على ترجمة الآخر أوروبي والأمريكي. وكان بالإمكان للكاتب أن يعطي عنوانا آخر، صديقة المدينة، لأن الذي يحب بصدق يصاحب بصفاء في الحل والترحال ولن يتخلى عنك. المصاحبة صحة اكتشاف الآخر على حقيقته دون الحاجة لمرآة، لأن شظايا هذه الأخيرة لن تمنح وجها مألوفا ومعتادا بقدر ما تمنح أقنعة سرعان ما تزول. عتبة اللوحة التشكيلية. اللوحة الفنية كنص موازي حسب شرار جونيت للفنان شكيلي العمراني قريش، توسطت غلاف المجموعة وكانت مناسبة للمضامين النص المحكي، وكأن لون الحمامة البيضاء التي تطلق أجنحتها في الهواء بحرية متناهية تحيل على طهرانية واضحة، خصوصا
وأنها تحلق فوق ضريح لمنان مصباحها الولي الصالح. إنه بعد رمزي روحاني ونوراني مثل مقامات المتصوفة تماما في حضرة التناسخ والعلول والتقمص والذوبان في الآخر، حيث يصبح الفصل ما بين الذاتين أمرا مستحيلا ومستعصيا. الحمامة في لوحة الغلاف ابتعدت عما هو أرضي تحتي إلى ما هو سمائي علوي، وكأن الأرض نفاق وكبرياء وزوال، والسماء صدق وتواضع وبقاء. معالجة أعطار المجتمع بالسرد القصصي. السرد القصصي ليس متعة ودهشة، أو بعبارة رولان بارتس لذة النص التي يجدها المتلقي في عمل إبداعي ما، بل هو أحيانا بالضرورة يقتضي أن يكون رسالة واضحة تضع اليد على الجرح في معالجة بعض الظواهر التي تفتك بجسد المجتمع مثل التسول مثلا. ايات ممن يحملن مواليد حديثنا بين ايديهن بمجمل الصدقات، تعاطف الزوار مع مآسيهن الموجعة باعتبارهن عابرات سبيل هاربات من جحيم الحروب والأوبئة، وتوجهوا إلى إكرامهن والعطف على صبيانهن، وهو ما أثار غضب بعض محترف التسول ممن خسروا حصادهم من الصدقات وعزموا على الاعتداء عليهن وطردهن من المقبرة. صفحة 20 من المجموعة. فالكاتب السارد ينزع عباءة القص ليتقمص دور السوسيولوجي في مقاربة الظاهرة بلغة قصصية تصل بسرعة لحظة التداول القرائي للنص دون تكلف أو تصنع. إن الإدمان على احتراف التسول أصبح مهنة تدر دخلا محترما يجعل التعاطي معها من الصعب الاستغناء عنها، في حين أن هناك من يستحقها ولا يجهر بذلك. جمالية المكان في المجموعة القصصية صاحبة المدينة السيرة والذاكرة. الكتابة في بعض منها استحضار لسيرة أو تجربة حياة عبر الذاكرة الاسترجاعية التي تخزن تفاصيل سيرة الأمكنة أو تعجل باستيقاظ الذكرى من الذاكرة. والمكان مكون أساسي في بناء معمار النص القصصي، وكان ذلك عند منتصف الطريق بين الباب الرئيس للمقبرة ومبنى الضريح. صفحة 11 من المجموعة. جاء بعد صلاته الصبح وتلاوته الحزب اليومي مع الجماعة في مسجد الأنوار الذي يشتغل قيما عليه ومحافظا فيه. صفحة 10. إنه نداء سلطة متخيل المكان على ذاكرة القاص حين يسعى لأنسنته وجعله أليفا، وكأنه يعيد التوازن بين الهناك والهنا، بين الطفل الذي كانه وبين القاص الآن الذي قد يستحضر الطفولة عبر فعل اللغة السردية التي تسعفه في تحصيل ذاكرة لسيرة أمكنة تركت معالمها في الروح والوجدان معا. المجموعة القصصية صاحبة المدينة للكاتب محمد اليشيري جديرة
بالقراءة وتحتاج لمداخل قرائية أخرى متنوعة تكشف عالمها السردي. استمر في الإبداع صديقي. صاحبة المدينة
مجموعة قصصية بنكهة هرائشية. هذه العبارة هي تعليق للإعلامية المقتدرة لإذاعة البحر الأبيض المتوسط للقسم الفرنسي السيدة مونيا بالعربي، وأشكرها كثيرا لأنها جعلتها في جدارها الفيسبوكي وعلقت عليها بهذه العبارة، وقد راقتني كثيرا لأنها أجملت المجموعة في كلمات معدودة، 4 كلمات، ونظرت ما في النفس من عشق وتعلق بهذه المدينة التي نتقاسم الانتماء إليها والعيش فيها. صاحبة المدينة هي احتفاء بالموضوع المادي واللامادي، واحتفاء بالرموز، احتفاء بالأمثلة ذات الدلالات، احتفاء بالأسطورة، احتفاء بالتاريخ العريق والتاريخ الحديث، احتفاء بالرواية الشفهية، وعموما هي احتفاء بالعشق الذي يكنه لهذه البقعة الجميلة من الأرض، وتعبير على ذلك بهذا التوفيق المتناثر بين غلاف هذا المؤلف. صاحبة المدينة هي مساحة للأمكنة والأزمنة المتنوعة، وفضاء للشخصيات من شتى الأصناف. في نصوصها نجد المرأة البطلة، والطفل البطل، والشاب البطل، والشيخ البطل، وأيضا المكان البطل. صاحبة المدينة مجموعة من 6 قصص كتبت في ظروف وأوقات وأحاسيس مختلفة، ومعظمها جاء كما أشار إلى ذلك سي عفلان في أعقاب قصة أخرى عشتها في لحظة فولدت الفكرة، ثم جاء بعدها النص. ولا أخفيكم أن فكرة الكتابة على في القصة الأولى على صاحبة المدينة لدى المنالة هو الغيظ الذي يصيبني عندما أسمع من مثلا الناس العرايش يمشيو للشاول ويمشيو يتصوروا في الدار لدى المنالة. أحس أن رمز مدينتنا قد انتزعته منا مرمى الشاول، وانتزعته من دلة الحقيقية الممثلة قادرة ومقتدرة زي السعودية أزبون. كذلك القصة الثانية وهي القصة التي رغم أني كتبتها أنا كنت حينما أقرأها أتأثر. نعم أتأثر، ولا أخفيكم أن زوجتي نبياء أني كنت كنقرأ عليها باش هي تأثرت الكاتب، يعني موضوعا شائكا. وهذه القصة انتجت أجل أن تسمع الشقوق الناسية والقدرة ديالي المسبقة لواحد السيدة كتقوم بواحد العمل اجتماعي كبير في المغرب، هي السيدة الشمرة، وكنت كنشوف يعني واحد النظرة يعني هادشي ربما دخل العقل ديالنا ملي كنا يعني قديمة، ماشي قديمة يعني كنا كتشكل الذاكرة ديالنا أن ديك العمل ماشي مزيان، ويعني كنت تتعجبي شي حوايج ماشي مزيانة، ولكن ملي وقفت على الحقيقة وشفت العمل الجبار الذي تقوم به السيدة هذه يعني جاتني الفكرة بكتابة القصة هذه، وجاءت بهذا الشكل مؤثرة. نعم. كذلك القصة الثالثة وهي عرفات يرحل عنها حلقات من حلقات الميلاد، فهذه القصة جاءت كذلك يعني في أعقاب احتجاز جثمان سيدة
لسيدة هي ابنة حليمة، سيدة أم لصديق لي في يعني مستودع الأموات من 3 أيام أو 4 أيام، يعني لله بسبب الله كما كنقولوا هنايا، انتشي غلط إلا الصراعات كانت تدور ما بين الموظفين أو المسؤولين ما بين المستشفى والجامعة، وغادي يقول لك السيدة القصة راه على الاعتزال، جات من ديك السيدة اللي قرأها على الاعتقال مستودع الأموات، والعائلة ديالها كانت تنتظر استفراغ عن الظروف ديال الجنازة، يعني ما لا يصاحبها من تأثر، وكنت يعني ساهمت في التحرير ديالها، وسي عفلان كان سي عفلان، والسيد الرئيس أحمد بن الضوية كذلك، ساهمنا كثيرا في التحرير ديال جثمان ديال السيدة هذيك، ويعني والحمد لله يعني وفيت في الظروف سليمة. قصة يعني الظروف ديال كتابة قصة ديال سيدنا عاصم. دابا اللي كتشوف شغل تجارة. دابا الشاطئ أو لليكسوس زيارة كنا كنهضروا ديك كبير كثير ديال المسكن اللي تمايا، وهو منقوش على واحد الصخرة تما بجوار الندم، واحد يعني واحد تشكيل صخري طبيعي في شكل ديال السطيحة ديال الحافر ديال الحصان، وكان مشى بينا على أن هذاك هو هذاك هو الحصان من سيدنا علي جا في الشرق باش يحرر سيدنا علي. هذا الجزء ديال الحاجة بطبيعة الحال. وهذا هو أنا كنت كنتفرج المسرحية ديال الطيب الصديقي، أعتقد أن هذا الفيلم السراويل، وكان الطيب الصديقي رحمه الله شخص فيها مجموعة من الصور، يعني أنا لا أعتقد أن بيتا من بيوت المدينة كان يخلو من قديما من هذا من هذه الصور ديال سيدنا علي ورسوله سيدنا آدم وشجرة ديال وديك الصور وهو في ديك المسرحية جاتني فكرة علاش ما يكتبش في هذا الموضوع هذا، انا عندي القصه ديال سيدنا عاقله. هو القصه قريبه. يعني هذو هما يعني الظروف والاسباب اللي جعلتني ندخل لهذا المنبر هذا. الحمد لله يعني صاحبه المدينه كان الكل هو ان تصدر، يعني تكتبت وكتبت من قطع الطرف. لكن بفضل الله وبفضل يعني المجهودات ديال مجموعه الاخوان على راسهم نوفل الشاوي رئيس اللجنه المكلفه بالتنميه البشريه الشغل اللي كان فيها التنميه البشريه، وسي عفلان كذلك والجمعيه والاخوان في جمعيه الاعمال الاجتماعيه وجمعيه النور كذلك، وواحد كذلك صديق ومثقفين في مدينة عرب اشرفنا يعني اشتغاله في الضيف الاستاذ محمد السعيدي الذي قدم لي الدعم الوافر، اشكره بهذه المناسبه واشد على يده في هذا العمل، يعني صدرت هذه المجموعه. الحلم حاليا هو ان يعني ان تصل الى اكبر عدد من القراء، يعني ويتفاعل معها ويشاركنا الاحتفال بها. شكرا جزيلا لكم على حضوركم. كما غير هذه المجموعه تمشي الى ذلك، فانا اتمنى ان تقتنوا هذا العنوان الجميل، واتمنى ايضا ان تحتفوا به وان تقرؤوه. اتمنى ايضا ان نكون مع روايه الاستشفاء الاحباء.
لان سي محمد بلاشي ينطلق يقتبس وبلغة مشكوكة هذا هو الجميل لغة مشكوكة نحتى يعني أنا شخصيا رغم نصوص يعني خارج يعني هذا الموضوع وأعيد قراءتها وأنا الآن أعيد قراءتها للأن سبت أهدفون بحط الله والطلبة فهي أمام نص أو عمل ناضجي فنيا ومتفرد موضوعيا. أنا كنشكركم بكم مرة أخرى صديقي مولود الأدبي هذا وأشكرك جزيلا الشكر على إدارة المسخر من هذا العمل الصادق وقد يلجأ بعمارة تسلمي إليها كثيرا. حقيقة هو عمل يستحق القراءة وتكفي لصاحبي متمنيا لك صديقي مزيدا من الكتابات المماثلة لهاشم متمنيا لك التوفيق بطريق طويل والشاق والممتع إلى نوائي حيث هناك نسير عليه. سي محمد أيضا هذه من الصرف الجديد ديالو كنذكر انه كان لما كينعسو الاخوان كاملين كيديرو واحد كويز دجاج كيقول لها جسي المزيج تصمت وانا كنت ايضا كندير شي خريبشات ايضا كنصمتو لبعضنا وكان حقا هذا اللقاء يعني هو جلسه ديال الطلبه ولكن ايضا هي جلسه ديال الابداع. من الامور الجميله التي اذكرها انه كسمع عن المكان جيم تغدى نهار الجمعه كان ياتي ليصرف كيعجبني الحكي ديالو يوم الجمعه. انا كنت كنمشي نصلي في واحد الجامع هو كان كيمشي لواحد الجامع اخر هذاك الجامع اللي كان كيمشي له مليء بالفكاهه والنشاط صديق جميل وفي أذكر أيضا